كيف يمكن للشعب الجزائري أن لا يقع بالفخ الذي وقع به الشعب المصري؟ الشارع ثم الشارع. أولا أن لا يترك الشارع حتى تقوم حكومة شرعية بعد سنة أو سنة ونصف، بمعنى أن يظل الناس والشباب ولا أن تظل تكون لهم أماكن خيم اعتصامات مظاهرات كل جمعة فليخرج فقط يا سيدي 1 أو 2 مليون يذكرون الناس بما نريد، وما نريد هو حريتنا، كرامتنا، عزتنا، شموخنا، اقتصادنا، سياستنا، تربيتنا، أخلاقنا، لا نكون تحت أقدام الطغاة في الداخل والخارج، ولا يكون نظام حكمنا عبارة عن دولة وظيفية، نظام وظيفي للقوى الكبرى يعبث بنا. الجزائر لديها مقومات الدولة الكبرى، حتى لا أقول الدولة العظمى، يعني لديها تستطيع أن تصبح من الدول الكبرى. الجزائر أقوى من ألمانيا على مستويات متعددة، ربما ما عدا في عدد السكان، لكن لديها إمكانيات هائلة مقارنة مع ألمانيا أو مع اليابان، لما لا تستطيع أن تكون كذلك؟ أو مع تركيا، لما لا تستطيع أن تكون كذلك؟ نستطيع أن نكون كذلك. إذن الشارع هو في اعتقادي الضامن الأكبر، لكن أيضا أن لا نقع في أي خلافات إيديولوجية أو في خلافات بين هذا عرقية أو لغوية، أو نضع كل هذا الشيء، الخلافات مهما كانت طبيعتها وموجودة الخلافات بين الناس، هذا شيء طبيعي، نضعها جانبا لغاية ما نحقق نظام، نبني نظام شرعي شعبي، فيه الرئيس وفيه البرلمان وفيه البلديات والولايات والمنظمات السياسية والمنظمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقضاء العادل. حينما نبني هذا كل خلافاتنا ستحل، لأن في أجواء الحرية، في أجواء العدالة، الجميع سيقبل بالتنازلات إذا كان يجب من تنازلات، ولكن نحن خلافاتنا في الحقيقة هي إثراء وإغناء وليست إقصاء.